خلاص معلش الرز تنقطه من الارضيه وتحطه هنا ليه؟ هذا شوف وخر خلاص معلش لا يا حبيبي لا 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 شوف زي والله لا 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 ترمي الرز خلاص خلاص ترمي الرز والله هذا فكر مبي والله لا يا حبيبي خلاص 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 انت كده تسمم الزبون ليه؟ لا يا حبيبي صار ما صلى على النبي تاكل الناس انت لا لا خلينا خلينا نصوره في الزباله ان شاء الله خلينا نصوره لا يا حبيبي انا لازم اروح البلديه انا خلاص يا شيخ ليه؟ ليه؟ ما تحترمون الناس؟ الناس ما يشترون بفلوس؟ بفلوس ما لازم يشترون لا 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 وخر 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 يا شيخ خلاص مره ثانيه بس يا شيخ لا 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 اوريك انت تلفت الرز في الزباله تحطه للناس ياكلونه ان شاء الله النبي لا اله الا الله ممكن ان شاء الله لا يا حبيبي شيله من الزباله تاكل الناس خلاص خلاص انا غلط شوف خلاص انا غلطان انت غلطان؟ تاكل الناس من الزباله وتعطيهم؟ انا غلطان ها؟ لا ما هي مشكله ما هي مشكله ما هي مشكله ما هي مشكله لا والله خليني اصور انا اصور الاكل اللي في الزباله عشان الناس يعرفون انك انت اكلته من سطح الزباله يعرفون الناس ان الاكل من سطح الزباله واحد كلمه واحد لا اله الا الله محمد رسول الله انت تعرف لا اله الا الله تعرفه؟ لا ما تعرف خلاص بس خلي الناس يا شيخ خلاص يا مرحبا لا 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 انا اصوره اروح دقيقه دقيقه طب شوف 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 والله لا اله الا الله خلاص يا شيخ مرة ثانية ما تعرف كذا لا شوف ما يترى انا اليوم لازم اروح الفرن خلاص يا شيخ خلاص لانه مرس مرس خلاص يا شيخ خلاص ليش؟ ليش؟ انا دشيت مرة ثانية انا اضحك برضه انا اللي كيف اضحك انا اللي كيف اضحك ايوه الحركات هذا انا عارفه سلام عليكم. نعم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما أدري شو بنتبعني. لا ما في مرة ثانية. لازم أنا أسوي قرص إذن عشان مرة ثانية تبعني. خير إن شاء الله خير. واحد إنسان زعيم. إنسان زعيم. إن شاء الله زعيم. الله يسلمك. تشيل من الزبالة وتعطي الناس ياكلونها. خلاص مرة ثانية ما تعرف. والله ليه؟ أنا فكر مرة. والله العظيم فكر مرة. والله العظيم فكر مرة. ليه؟ والله فكر مرة. ها؟ خلاص ما في مشكلة. خلاص يا شيخ. خلاص خليك 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 خلي